يمسف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة فعل تنبيهات الإشعارات. نقوم بالضغط هنا على جاكو، تطبيق جاكو، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على بلوتوث مباشرة من الحساب التي تتبعها، ثم سوف نقوم بالضغط هنا عن تنبيهات الإشعارات. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل تنبيهات الإشعارات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.